فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للحيوانات المحرمة هل هي نجسة؟ وماذا يجب على من لمسها بيده أو ثوبه؟ أم الحيوانات المحرمة قسمة، قسم ليس لها دم كالعقرب والخنفساء والجعلان وما أشبهها، هذه ليست نجسة لا في الحياة ولا في الممات. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من وقع الذباب في شرابه أن يغمسه ثم يشرب، نعم أمر أن يغمسه ثم ينزعه يعني ويشرب الماء بعده. ومن المعلوم أنه إذا غمس في ماء حار فسوف يموت، فأخذ العلماء من هذا أن كل حيوان ليس له دم يسيل فهو طاهر في الحياة وبعد الممات، أما الذي له دم يسيل فهو طاهر في الحياة نجس بعد الممات كالفأرة والوزغ وأشبه ذلك، هذا نجس في الحياة وبعد الممات. لكن الطوافون منه الذي يكثر ترددهم عن الناس سهل الله فيه على العباد فجعله طاهرا في الحياة، مثل الحرة والفأرة وما أشبه ذلك، هذه تكون طاهرة في الحياة ونجسة بعد الموت. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا وقعت في السمن أن تلقى وما حولها. فهمت الآن؟ طيب، النجس من الحيوان بعضه نجاسة مغلظة كالكلب نجاسته مغلظة، إذا شرب في الإناء فإنه يجب أن يغسل 7 مرات احتاها في التراب. فالخلاصة الآن كل حيوان محرم الأكل فإنه نجس في الحياة وبعد الممات إلا ما ليس له دم يسيل فهذا طاهر في الحياة وبعد الممات، وما كان له دم يسيل فهو كما قلت لك نجس في الحياة وبعد الممات، إلا الطواف الذي يكثر تردده على الناس فهو طاهر في حياته نجس في موته. عرفت التفصيل الآن؟ طيب، ما كان نجسا فلا تلمسه وأنت رطب، إذا لمسه وأنت رطب أو هو رطب فلا بد من غسل يدك، ما يضر، لكن ناشف ما يضر. نعم.